زعم واقع للقوات المغربية أهينت فيها منظومة دفاع نظام المخزن ببلاغ حمل الرقم 5 صادر عن وزارة الدفاع الصحراوية. أفادت أن ضربات جيش التحرير الشعبي ضد مخابئ العدو لا تزال متواصلة على طول جدار الذل والعار لليوم الخامس على التوالي، مخلفة في ذلك أضرارا بشرية ومادية. أبطال الصحراء وكعادتهم واصلوا شن هجمات ناجحة على معاقل العدو، مسجلين بذلك أروع الأمثلة في الشهامة والإقدام خلال معركة التحرير. بكلمات حادة أدان رئيس الصحراوية الموقف المتذبذب للأمم المتحدة من الاعتداءات التي يقوم بها النظام التوسعي المغربي في الأراضي الصحراوية، طالبا من المجتمع الدولي أن يدين الاحتلال المغربي ويرجعه إلى أرض الواقع. لا يزال عدو الجيش الصحراوي مشتدا مدافعا على أراضيه من احتلال غاشم يسعى لسلبه منه بالقوة.